حضرت سيدة الأستاذة معنا الأستاذتين والأستاذ الكريم على الأستاذة سوريا السعودي أستاذة التاريخ بكلية الأدب والعلوم الإنسانية إجازة في التاريخ والحضارة شهادة الماستر في التاريخ الراهن دبلوم في إحدى جامعات إسطنبول شهادة الدكتوراه في التاريخ الراهن وسام الاستحقاق الوطني بالدرجة الأولى. ونحن نبحث عن أسماء فوجئ الاسم مشرفا لكي يتناول الكلمة في هذا الموضوع، فهي ستتناول الموضوع من زاوية إسهام المغربيات في التنمية بين تجدد التمثلات وإرغامات الواقع. فلها الكلمة أظن في 20 دقيقة على أساس عندما توقعت الفرصة في النقاش إن شاء الله. مشكورة، تفضلي. مشكورة. بداية نتقدم بالشكر للقائمين على مؤسسة الوسيعة الكريمة على هذا الموضوع الهام جدا. اقترح عليكم في هذه المداخلة إسهامات المغربيات في التنمية بين تجدد التمثلات وإرغامات الواقع، مقاربة تاريخية خلال المرحلة الممتدة ما بين 1912 و 1956 إلى فترة الحماية. إذن وقع اختياري على هذه الفترة نظرا لما مثلته وتمثله من أهمية كبرى في تاريخ المغرب، فهي منعطف حاسم عرف التغيرات الجذرية لا زالت أثرها حاضرة إلى يومنا هذا. لذا لابد من مقاربة هذا الموضوع عبر اقتفاء تمثلات المغاربة من جهة حول أدوار المرأة الاقتصادية، بالإضافة إلى محاولة تتبع تلك الخاصة بالمستعمر. بطبيعة الحال المستعمر لم تكن إذا أردنا هذه التمثلات بقدر ما حاول صياغة صورة نمطية معينة خدمة لأهدافه الاستعمارية. بطبيعة الحال خلال هذه المداخلة سأحاول أن بداية نتتبع تمثلة المغاربة، بعد ذلك سأتتبع معكم كيف صاغ الأوروبيون أو الفرنسيون تلك الصورة النمطية حول النساء، ما هي الوسائل التي تم اتباعها لأجل ذلك. بداية يحيل مفهوم التمثلات على مختلف التصورات الاجتماعية التي تتكون من خلال تجارب الفرد، وهي تلعب العديد من الأدوار، مثلا قد تكون مثلا لها وظيفة معرفية أو توجيهية أو تبريرية. ما يهمني هنا بالنسبة للمغاربة هي تلك الوظيفة الهوياتية، أي أنها تعزز مشاعر الانتماء والهوية الاجتماعية وتساهم في منح صورة إيجابية عن الذات وعن الجماعة. أما من الجانب الاستعماري فمنظور التمثلات الذي أود أن أتشاركه معكم اليوم هو تلك الصور النمطية التي بلورها النظام الكولونيالي عن المرأة المغربية بشكل متعمد لإعادة بناء الواقع الاجتماعي والاقتصادي للأهالي تحقيقا للأهداف الاستعمارية الاستغلالية. من هذا المنطلق أتساءل معكم ويحضر أساتذة في الأستاذة خديجة والأستاذ عبد الرحمن العطري من العلم دور فلسفي وعلم اجتماع، يعني إلى أي حد سيشكل التاريخ ذلك المفهوم من فيبري نسبة إلى ماكس فيبر لو ديزون شونتومون، إلى أي حد سيقوم بكسر تلك التمثلات ويعطينا صورة أكثر واقعية عن الأدوار الاقتصادية للمغربيات خلال هذه الفترة. إذن في محوري الأول تطرقوا لأدوار النساء في التنمية الاقتصادية بين التمثل المجتمعي للمغاربة وواقع الحال. إذن خلال فترة الحماية تشكلت معظم النخب المغربية، هنا أتحدث عن النخب يعني بداية حماية، لا أتحدث عن الرعية الأخير اللي فيه مجموعة من الشباب الذين تلقوا تعليما عصريا. إذن تشكلت هذه النخب كانت عبارة عن نخب دينية نهلت من تراث فقهي، هذا التراث شيطن المرأة واعتبرها مصدرا للفتنة والإغراء وأوصل بالحذر منها، وهو متأكد العديد من الكتابات خلال هذه الفترة. أستحضر معكم إحدى المقولات الفقهاء خلال هذه الفترة يقول عن النساء: إنهن الذين لهن في خلواتهن ولا ورع لهن عند شهواتهن اللذ بهن يسيرا والحيرة بهن كثيرة. ويقول آخر: إنهن إشراق الأشراق وأوهاق الأزهاق وأسواق الفساق ومصائد المصائب ومراصد النوائب، ومن عرف حقائق النساء ومكائدهن
وتعزل. نعم اذا طبعا هذه قاعده يعني بشكل عام. نعم الفقيه اللي قال لك شي شنو هي هي نعم. اذا الفقيه الاول المقوله الاولى الفلاس محمد بن ثاني وفقيها بمدينه تطوان. الفقيه الثاني هو مراكشي محمد بن محمد بن عبد الرباع المؤقت. لان اللي قال الرجاء حقا طولت ما عرفتش واش لا ما حتاش لا عندي اذا غير باش تكون نعم القاعده العامه حسب الفقهاء والشرع وحتى الاعراف الجاري بها لا تمنح حق الخروج الا في اطار خرجه تم دابا خدام دابا إلا في إطار خرجتين الأولى للبيت الزوجية والثانية للقبر. هذه الأعراف أنا أتحدث الآن عن التمثلات والتصورات ولا أتحدث عن واقع الحال. لذا منعت المرأة من الخروج وهنا كما تشاهدون إحدى الشروط أن لا تكون متطيبة ولا متزينة ولا يسمع صوتها ولا بثياب فاخرة ولا مختلطة بالرجال ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بها وإلا تكون في الطريق مفسدة وغيرها. إذا هذه من المقولات الشائعة آنذاك. وبالمقابل انتبهت فئة أخرى مع أنها شكلت أقلية قليلة إلى ما يمكن أن تشكله مثل هذه الفتاوى من ظلم على النساء وعلى غيرهم من الفئات الضعيفة في المجتمع. إذا نتشارك معكم هذه الفتوى نعم إذا كما أما الفتوى فقد أصبحت نقطة سوداء في جبين الشريعة ولم يبقى لها معنى إلا ابتزاز الأموال وتحريف النصوص الشرعية تبعا للأغراض والشهوات فلم يبقى إلا القضاء على جرثومة داد الفتوى الفتات وبذلك ينجو من مخالب المفتي مئات الأيام وألوف الضعفاء. إذا هذه يعني بعض الأصوات التي كانت تحتج على كثرة هذه الفتاوى. ما يهم الأدوار الاقتصادية لم تختلف أيضا عما سبق ذكره. نفس الشيء يعني العديد من المقولات يعني التي كانت يعني مثلا المقولة التي أعرضها على حضراتكم كما تشاهدونها أيضا تمنع من خروج المرأة إلى العمل. نفس الشيء نفس الفقيه يعني المؤقت مراكشي أبداه حول الموضوع بقوله ليس من وظيفة المرأة أن تعمل عملا خارج منزلها لكسب القوت أو لشراء السرابيل والثياب ما دام زوجها حي وقادرا على الكسب أو إلى غير ذلك كما تتبعون في هذه المقولة. اشترك معه أيضا المصلح محمد حجوي الذي كان وزيرا وكان طالب في بدايته بتعليم البنات وأيضا كان يعني هذه مقولة محمد حجوي إلا أن ابنه المهدي الحجوي ناقض ما أتى به والده من خلال محاضرته التي ألقاها سنة 1938 ونشرتها مجلة الثقافة الجديدة على أجزاء حين طالب بأن للمرأة أن تصل بسائر المهن الحرة ولا مانع المرأة من الطب والهندسة والتدريس والشرعية إلى غيرها من المهن إلى درجة أنه طالب بإثبات حقية المرأة في امتهان التوثيق الشرعي يعني عدلة شرعية والتي لم تمنح المرأة المغربية إلى سنة 2020. ضمن نفس الرأي ذهب إليه الزعيم علي الفاسي الذي يستضيفنا اليوم في مؤلفه النقد الذاتي الذي يؤكد على أن يمكن للمرأة أن تجرى مركز العمل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في الجماعة وفي الدولة وكل ما يدعيه الناس نقصا في المرأة على مستوى القدرة الموجودة عند الرجل فليس إلا من آثار ما صنعته أجيال الاضطهاد وعصور الانحطاط وأن المرأة قادرة من تركة شأنها أن تصل القيام بجلاء الأعمال ومهمات الأمور. بالنسبة أيضا عندنا محمد الحبابي الذي اعتبر أن أي تقدم ممكن للدولة هو مرتبط بالمساهمة الكاملة للمرأة في الاقتصاد الوطني وربط بين تحرر المرأة من جهة واستقلاليتها الاقتصادية من جهة أخرى. إذا هادو هذيك النخبة الشابة التي تلقات تعليما عصريا إلى غير ذلك كان هذا حتى بالنسبة للنساء اللي كانوا في العالم القروي كنعرفوا أن النساء آنذاك في العالم القروي كانوا يشكلوا تقريبا المغاربة في البداية ديال الحماية كانوا كيشكلوا 96% 4% اللي كانت عندنا ديال الحواضر. كنعرفوا بان العالم القروي كان يتقرب كل السواعد موجوده في البيت والنساء كن يشتغلن ليل نهار وتا هما يعني ما عطاتهم الفتاوى هذا. مثلا عندنا الام الداهيه
الاراء المختلفه لم تتمكن من تغيير الواقع الحالي. هنا انتقل من التمثلات الى ما الذي كان يجري على ارض الواقع، بما ان المراه كانت بالفعل تقوم بالعديد من المهن، وتشكل مساهمتها داخل العديد من الاسر قطب الروح في توفير الرفاهيه او توفير القوت اليومي على الاقل. فعلى سبيل المثال، فرض الواقع الحالي على ساكنة الأرياف التي شكلت الأغلبية خلال هذه الفترة ضرورة مساهمة المرأة بنصيب وافر في مختلف الأعمال خارج البيت، بالإضافة إلى المهام التقليدية الموكولة لها عادة، باستثناء بطبيعة الحال أقلية قليلة من فئات الأعيان. أما في الحواضر فباستثناء العائلات الغنية والمعدودة على أطراف الأصابع، كانت باقي النساء عاملات مجدات ومجتهدات اشتغلن في العديد من المهن كالخياطة والطرز، حناءات، فنانات، عارفات لدى المخزن، قابلات، تاجرات، بل هناك من النساء من يشتغلن بالموانئ في حمل الأثقال والبناء والتبييض. مع أن الرجال كانوا يتكتمون عن أعمال زوجاتهم واعتبروه مخجلا ويمس برجولتهم قبل الحماية وخلالها، حسب العديد من الدراسات الإثنوغرافية آنذاك، بسبب طبيعة الحال هذه التمثلات وهذه الآراء الفقهية السائدة التي كانت تعتبر من جنون تنموي للمرأة عيبا. إذن الجزء الثاني الذي أقترح عليكم هي تلك الصورة النمطية الكولونيالية التي بنتها الحماية لاستغلال المجهود النسائي بأبخس الأثمان وفي مختلف القطاعات. إذن خلال النصف الثاني من القرن 19 ومطلع القرن 20 كثفت القوى الاستعمارية من بعثتي العلمية الاستكشافية للمغرب، وقد تمكنت بفضل ذلك من مراكمة العديد من الأبحاث التي منحت صورة يعني شبه كاملة للمغرب، شبه واضحة. وبالتالي فقد كانت على بينة من الأدوار الاقتصادية التي كانت تقوم بها المرأة، والتي كانت على طرف النقيض مع عقلية السيدة كما سبق وطرحت على حضرتكم. ومع ذلك فقد شجعت العديد من الأعمال الأدبية والفنية التي ركزت على نساء الحريم، مع أن الحريم كان يشكل أقلية قليلة جدا من المجتمع المغربي. إذا كان المجتمع القروي في 96% فإن 4% ديال الحواضر فيها واحد النسبة قليلة جدا ديال الحريم. الناس يعني ما كانتش عندنا لهذا. إذا قدمت صورة مغلوطة بعيدا تماما عن الواقع، مع أنه هنا كنا يشكين أقلية بمواطنتهم. والراجح أن وراء هذا المسألة عاملان اثنان، الأول ارتبط بالرغبة في كسر آخر حواجز الفرنسيين أنفسهم أمام الانتهاكات التي كان يجب القيام بها لإخضاع المغربيات ووضعهن على إشارة الاقتصاد الفرنسي. خاصة وأن جدوى أفكار الثورة الفرنسية كانت لا زالت منتقدة، على الرغم من الدعاية التي كانت تؤكد رغبة الاستعماريين في جلب الحضارة والطب وغيرها إلى البلدان المستعمرة. العامل الثاني هو استغلال المجهود النسائي كما سبق الذكر بأقل تكلفة ممكنة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى رغبة الاستعمار في التأسيس للسياحة مرتبطة بالعمل الجنسي بالمغرب توحيد إمكانيات تمازج الأعراق في هذا المجال. وقد استغلت في هذا السياق، نعم، أيضا هناك مسألة أخرى، مسألة يعني مرتبطة بالعامل الأول هو وصول الطبقة اللي حنا كنعرفوا بأن القرن 19 هو اللي عرف وصول الطبقة البرجوازية إلى السلطة في فرنسا، والطبقة البرجوازية يعني بعد قرون من المحاولة حاولت أن تفرض قيمها. أحد أهم هذه القيم هي قيمة العمل، يعني النبلاء ما كانوش كيشتغلوا في فرنسا المهم، وبالتالي قيمة العمل كانت مرخصة. هنا البرجوازية ستفرض قيمة العمل على المجتمع الأوروبي، وبالتالي هنايا يجب تصوير المغاربة على أنهم كسالى متهاونين إلى غير ذلك لتكريس العديد من القيم. وخاصة مثلا المغاربة استمروا في الاشتغال في المعامل تحت الصوت خلال الفترة الفرنسية إلى حدود سنة 1930. المغربيات ولا المغاربة يعني، إذا كيف تم نسج هذه الصور النمطية لدى الفرنسيين؟ يعني الصور النمطية هي موجهة أصلا للفرنسيين. إذا حول الحريم صدرت العديد من الكتب. مثلا هنا أقترح عليكم هذا العمل الفني المسرحي لو ديجوني ماروكان. هذا عمل فني مسرحي يصور المغربيات داخل الحريم على أنهن نساء كسولات مستسلمات يعيشن على انتظار الرجل الفحل، يعني واحد تبسيط جدا لأدوار النساء داخل الحريم، علم يرتبط بالإثارة إلى غير ذلك.
الاخلاقيه العديد من الدعايه خلال هذه الفتره على الرغم من انه لا علاقه له يعني بواقع المغربيات. نعرف ان حتى الحريم فكانت الحياه فيه صعبه جدا لان كانت هناك منافسه بين الدراس والاماء وبين الزوجات يعني الام الزوج الى غير ذلك، الزوجه التي تلد الابناء ليست هي الزوجه التي تلد البنات الى غير ذلك. وهذه الصراعات لدى الحريم تجد حلا لها في الغالب في مجالات الشعوذه، خاصه وان الاميه كانت منتشره، كانت هي سيده الموقف، بالتالي كانت يعني تزهق الارواح بطرق متعدده ببساطه كبيره جدا في هذه الصراعات. وحتى مثلا الحايك، نعرف ان الحايك كان يعني يسال على جسد كله حتى هو لم يسلم من هذا النوع من الاثاره. نجد مثلا دي اميسيس، الفنان يعني دي اميسيس يصف الحايك، هذا الثوب الطويل من الصوف او الحرير الابيض الذي تتخلله سطور شفافه ويسقط اسفل الظهر، يدور بالجسد ويمر عبر الكتفين وينزل الأقدام مغطيا نسبيا الوان فاخره لفستان يرتعد لادنى نسمه برد، يتمايل وينتفق الى غير ذلك. يعني مواصفات تحيل الى الغزال اكثر ما تحيل على حيك يمنع الحركه الى غير ذلك. كما غدت ايضا اعمال الرسامين هذا المخيال كما هو الحال يدو لاكخوا. اذا هنايا هنا عندنا نفس الشيء، هنا عندنا يعني بعض الصور مثلا عندنا هذا أمينة نقرم، هذه إحدى الروايات التي تصور المغربيات على أنهن مترسخات أخلاق إلى غير ذلك. عندنا نفس الشيء هنايا واحد هذا يعني كلها كتابات، مع الاستثناء هذا عندنا هذا لاغوز دو سال، هذه الرواية مثلا التي كانت تحكي قصة أحد الضباط الذي أغرم بمغربية وحاول أن يصورها على أساس أن هذا شخصية قوية، فإنها منعت مثلا هذه الرواية منعت من النشر ولم يسمح له بنشرها حتى سنة 1962. فعليا على الرغم من أن للإنصاف كانت هناك بعض الروايات مثل رواية فرانسوا بوجو التي سمح له بنشرها خلال يعني خلال. إذا هنا الأدبيات الأجنبية كيف حاولت الإضافة، الإضافة عندنا يعني البطاقة، البطاقة المعيدة كارت بوستال، البطاقة المعيدة كانت تستعمل كثيرا. تم تصوير المغربيات مثلا من ماروكان دون سون انتيريور يعني داخل ديال الدار ديالها، يعني المغربيات لا شغل لهن يعني فقط الاسترخاء. هذه صورة أخرى، هناك العديد من الصور يعني تجدون متوفرة لأن الأرشيف الفرنسي بنانت يعني سمح بتداول هذه الصور، هي متوفرة. والأكثر من ذلك يعني لم أجلب صور أخرى التي تشجع على السياحة الجنسية مثلا التي كانت تخدم داخل الاستوديوهات وتصور المغربيات يعني بأشكال متعددة نصف عاريات إلى غير ذلك. وأيضا تضيف مثلا تلك اللمسة الأوروبية، مثلا عقد أوروبي أو شال أوروبي الذي يحيل على إمكانية الامتزاج، يعني يعني ما كاين مشكل وهذه المسائل هذه يعني تم تنزيلها بشكل عملي على ارض الواقع خلال عفوا الاحياء التي خصت العمل الجنسي، يعد بوسبير احد الروعه الفرنسيه حسب التعبير الاستعماري انذاك. اذا ننتقل معكم الى المحور الثالث والاخير. اذا كيف انعكست هذه التمثيلات وهذه الصور لا من الجانب ديالها المغربي ولا من جانب على يعني المجهود الاقتصادي للمغربيات؟ اذا بالنسبه للحمايه شكل عمل المراه المغربيه المنخفض التكلفه قطب الراحه في يعني الاساسي جدا في ارباح الاقتصاد الاوروبي بمغرب الاستعمار، والذي يدل على ذلك والمفاوضات التي عرفها المغرب الحمايه بين الباترون الاوروبي الواجهه والنقابات بعد الاضرابات الناجحه لسنه 1963 والتي نجم عنها صدور العديد من الظاهرات والمراسيم التي نظمت الاقامه العمل بموجبها قوانين الشغل كتحديد ساعه العمل وفتح النقاش حول 8 ساعات الى غير ذلك. الا ان البند الذي ساوى بين النساء والرجال في الاجور، يقول اجر متساوي، عمل متساوي، اجر متساوي، خلق ضجه وتم رفضه تاما من طرف الباترونات الاوروبيه، الامر الذي جعل الباترونات تشكل لوبي ضاغط لجعل هذه المراسيم، وفعلا تمكنوا من وقف المراسيم خاصه فيما يتعلق بالنساء. وهذا يعني يدل على ان المجهود النسائي كان يعني مجهود كبير جدا، لان كان المغاربه كان الاوروبيين يؤجرون باجر
ممرضتين بنفس المستوى نفس الشهاده، واحده شابه مغربيه وشابه فرنسيه. الفرنسيه تصبح اطارا تتقاضى 30,000 فرنك بالاضافه الى تعويضات متعدده وامتيازات كالفرق في التقاعد وتعويض صندوق التقاعد وهذا صندوق التضامن والعطل والسفر والتعويضات العاليه وغيرها. في حين تحتل المغربيه مرتبتين في العمل لمده 3 سنوات على الاقل وتتقاضى 19,000 فرنك ولن تستفيد الا من بعض التعويضات العائليه وعطله صغيره وتقاعد بسيط. اما العامله الفلاحيه فقد كان وضعها أسوأ بحيث لم يكن يربطها اي عقد عمل بمشغلها، وتتراوح اجره الاجيره في هذه المناطق ما بين 100 و200 فرنك، كما ان فرص الشغل هاته لم تكن دائما جيده بما انها كانت غير قاره ومرتبطه بالفرص المتاحه كالعمل في البيوت لدى الاوروبيين او الشغل الموسمي بمعامل السردي. وقد دفعت هذه الشروط مرتبطه بالقوانين المجحفه والاجور الهزيله والمدخول غير قار والعمل تحت الاكراه المرأة دفعا نحو ولوجي العمل الجنسي، وهو الامر الذي يمكنه هنا العاملات في الضيحه الفلاحيه كما تشاهدون، هنا بائعات في سوق مراكش، هنا يعني مهنة الفنانة، هنا ممرضات تلقينا المستمرين، بائعة خبز هذه بطاقة واحدة، هذه عاملة بمعمل صغير بمدينة أسفي، وهنا مقال لجريدة العالم، هذا المقال هذا يعني سنة 1948. يتحدث عن الاستغلال الكبير جدا للنساء، وكتلاحظوا بان الرقابه قد اقتطعت العديد من المقتطفات لانه فضح كيف ان هؤلاء النسوة يتم استدعاؤهن مثلا على الساعه الخامسه صباحا او الثالثه صباحا للاشتغال، ويجب ان يحضرن وان لم يحضرن يطرد، وكان يعني يتم استغلالهن على المستويات المتعدده بما فيها العمل يعني السخره والعمل الجنسي بغير ذلك. هنا وهذا مقال يعني كان هناك سلسله من المقالات على جريده العالم التي كانت تحتج على الممارسات يعني اللي ممكن تتبعها. ومن جانب اخر ارتفعت نسبه اعاده النساء للاسر بالعديد من المدن، هنا تم انتزاع الاراضي وتم زحف مئات من المغاربه الى هوامش المدن، بحيث بلغت نسبتهن 40% من مجموع الاسر، هنا حنا واحده الدار البيضاء، وهي ارقام تحمل دلالتها في التحولات التي عرفها المجتمع المغربي خلال هذه الفتره. أو إحياء عمال مدينة خريبكة الفوسفاتية التي عرفت تواجد 163 أسرة تبعي لها امرأة من بين 2744 أسرة في المجموع، و 52 أسرة تعينها امرأتان وأسرتان في كل واحدة منها 3 نساء معينات. وتشير نفس الدراسة إلى أن عدد النساء اللواتي يقطن في بيوت لوحدهن ويقمن بإعادة أنفسهن عددهن لا يعادل عدد الذكور نفسي المنطقة. عرفت البادية بدورها حالات للنساء المتكفلات بأسرهن ويعملنا على إعانتهم. قد كانت يعني هذه العيال النساء تتميز بقوة الشخصية لأنهن كن يقومن بالبيع والشراء وكافة المعاملات في الأسواق وغير ذلك. إذا حتى لا تطيل، نتمنى نكون احترمت الوقت، شكرا لكم على حسن الاستماع.